التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي نظيره المجري والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا تناول لقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري بين القوات المسلحة في مصر والمجر التقى الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي بالسيد كريستوف سولاي بوبروفنيسكي وزير دفاع المجر والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث اجريت له مراسم استقبال رسميه بمقر الامانه العامه لوزاره الدفاع وعزفت الموسيقات العسكريه السلام الوطني لكلا البلدين تناول اللقاء اخر المستجدات على الساحتين الاقليميه والدوليه كما تم مناقشه عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري بين القوات المسلحه لكلا الجانبين وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن تطلعه لتعزيز العلاقات العسكرية مع دولة المجر، في ظل ما تشهده العلاقات المصرية المجرية من تطور خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى حرصه على أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكري المشترك مستقبلياً. من جانبه أكد وزير الدفاع المجري حرص بلاده على دعم سبل التعاون العسكري مع مصر خلال المرحلة المقبلة. وتقديره العميق لجهود القوات المسلحه المصريه في كافه المجالات حضر اللقاء الفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه وعدد من قاده القوات المسلحه لكلا البلدين والسفير المجري والملحق العسكري لدوله المجر بالقاهره